أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هي أستانتا وقدين كموقتا أنشح أيو دقنك إسلامك وناكسن إلهي وحان كبرينا سبحانه وتعالى إن قلوبتنا نأسدع سوكاله طاهر وكرده وقلوب ربي وتكحرن وكرده وحا وناكسن أتكفى إذا إنسان مدرسة هنقطه أما ما ركت مدارس القرآن كلا تحفيظ هنقطه أما ملك استاء أتكون مشغول سنتهي أما عمل كستاء أتقبل نيشو إن وجد هذا قدام بيسا أي نقطه إن إلهي رالك هنقطه لأن إنسان كم بني آدم ك وح وكل بانية الدنيا دي آخر ذب وحوي إنه ربي رالك النقضه الله رب العالمين هدور رالك النقضه ده واللي بانيشا وفرح بكون ولينا يا الدنيا ده انت جوكتو إيه سرور إيه سعادة آخرنا أبد الآبدين نلشي ونكسني جنة ده آد بقرات بدنا قنيشا كبر ده ظهير ملاها إسكمر مريه إن أنت هذا ير ملاها إسكمر مريشا كل كات جنة قشوا الله كوجي وحى إلهي كارديك يا بقرت بقرت بالكارديك يا بقرت تاج ك مذا حلقوس هار اللي بقرت ده تاج بع مذا حوس هارني تاج ك مذا حلقوس هار نيم من كوي على كتولا وحو افتمنا يا مشرقا ومغربا شذو النبي نوشيك عليه الصلاة والسلام درك ماش حاس لوسين دون الحرن دون تنا الدنيا دون هذه اللي شو جوي ما جوين كران سكر راح دار كله إيو فستان إيو شكل إذا بجوجي كم بذا ماذا حكوس هارن وحنا بيقول كتل ما عليه الصلاة والسلام وحيل ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يعني خمار كأما كم بذا يرى ماذا حوس هارن قبرنا جنة كوجرتها هدي أدون كورن بوما دكمو يعني هذه الدنيا اللي كان لها طب هذا اللي شكد لها إلا يبسدو أو واحد دولار يذهب يا الله اللي شقي ما جوين كران لأن ما هذا اللي قسم يا الدنيا اللي ما بكين بقى سو كان واحد أبو رأي له ما الدنيا ده إنه مجد كوجرتون جرين سو إلهي كان أبو رأي ماها نور الوجود فيه أدول سمية عرس سمية جذها سمية قروح ذا سمية ماركتي عد عدة سمية ضرورة هذا كيسان سمية شو ربي ما هم عد بع على شيء قتي الدنيا كوا بدن وسمان فانا حتى كوير إله بنا هي وين سومرين أما إله بنا وش كي فرعون وكله يلانو إله بنا هي لكن مرنا مون أورن لول كي عرك أنا سمية مون أورن ما بقى أورن كرب مركا إلهي كون كان سمية عرك سمية لول كان سمية قروح ذا الدنيا ذا سمية أيا زينة يقروح ذا تي أول ناقصين جنة ذكي هذا كان وحلو بيري مش هسا استقرار كاجيو
degankaaga rasmiga uu yahay tan waxaad ku tahay musaafir waa safar baa tahay waad ka socotaa oo taalo kaaga sheekeyn maayo waa wada aragtaaba adduunyada cid ku waaraysa inaysan jirin marka meeshaas in loo shaqaysto ربك وحكونه قتل مامي وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وملكا كبيرا بقرتويا وين وي بقرتويا وين أو كل إحنا ولا نسمع ما أذى قال بقرتويا وين لو سينا يا أذى قال سب بقر إلى هيك تيسن عديد ميال أدون كمال لب بقر أي جوج كران مجران لب مدحوين مال مجوج كران أذى قال وش لينا يا وين ميدن وجوجا soo sida ma wata qana soma laakin jannada hadii la tago ilaahay agtiisa xiriir ma yaan mid walba jannada galay wiil iyo gabar ku noodo han noqdo waxa laga dhigaya boqor iyo boqorad boqortooyadiisana kan ugu darajo hooseeya jannada wax darajo hooseeya ma jira laakin kan ugu darajo hooseeya adduunyada 10 laafkeed baa la siin adduunyada dhan 10 laafkeed ayaa faraha laga saari waloon boqortooyadaadu waa inta ka warama waxleeli karam ma marka taas la doonaya waxa marka idinka qudwa iyo uswa idin ah dadkii saalixiinta ahay naga horay saxaabiyadki ummahatul mu'minin radiyallahu anhunna sidee ahaayeen ee akhra u jeclaayeen balay naga doonaya gabar waxa jirta rabi'atul adawiyya looran jiray hada ka horna inaan idin soo mariyo baan u maleynayaa abyaadii ay ku luuqan jirtay oo ilaahay ugu geeraari jirtay kolka ay maaragtay khalwadeeda ay gasho oo rabbigeed ay baryeyso waxa hadaladeeda laga soo qaaday kamid aha falaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna al alamin kharabu idha sahha minka al wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa al turabi turabu gabadh bay ahayd jacaylka rabbigeed u qabta waxay ku leedahay ilaahay la hadlaysaa falaytaka tahlu ilaahu adigun maadi macanaatin wal hayaatu mariratun nolosha haba kharaaraatu nolol fiican baa adduunka kama rabo adigu haddaadii macaanaato walaytaka tardaa adiguun ilaahay uu maadraalli iga noqotido wal anaa muqidaahu dadka inta soo haray haba iska calaysnaadan hay calaysnaadan laakiin adu maadraalli iga noqotid walayta alladhi bayni wa baynaka aamirun ani adiga arrinta noo dhaxaysa oo inaan adoon kuu noqdo oo cibaadadaada i waafajiso may arrintaasi ay sugnaato oo caamir noqoto wa bayni wa bayna alcaalamiina kharaabu inta adduunka kasoo adiga kaasoo hadhayna kharaab dhexdeena ha yaallo oo waxba yanaan isku falin maxaa yeelay idaa saxa minka alwuddu kalgacayl iyo maxaba haddii xaggaaga ay sax ka noqoto aad i jeclaato weeye rabbigayow aad i jeclaato falkullu hayinun waxa intaa kasoo haray waa hayin xaqiirahon waxba ahayn maxaa yeelay wa kullu alladhii fawqa turaabi turaabu waxa dhulka dushiisa yaalla oo idil turaab bay ka yimaadeen turaab bayna dib ugu noqonayaan bal fiiri meesha ka fikiris wa kullu alladhii guri quruxsan hadduu yahay cara unbuu ka yimid ciid unbuu ka yimid ciid unbuu ku noqon gaari quruxsan hadduu yahay cara ciid unbuu ka yimid gaariyada iyo biraha ay xagga laga soo saaray dhulkun baa laga soo saaray marka dambe oo qolof noqdo laga tagana ciid unbuu dib ugu noqon وكل الذي دتك نفسك هذا عيد ما لقى ابو عيد ما ديبو نوقنيان هذا اذا كما ركتين قفل انت او عرك لغي كلكم بعد ديب لو علين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى مركا وح مركي هورنا عيدها ديب نعيد نوقن دونا حفل شغل لو غينيا باي كلها ادي وين ما يجعلات جعيلك اسال الذين كربا جعيلك حقيقي كاكوي جعيلك الله رب العالمين انها جعلاته markaad ilaahay jeclaato baa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa agagaarkaaga oo dhan ku jeclaysiinaya oo khayr oo dhan oo dadku ku jeclaanayaan oo wanaag helaysaa oo mustaqbal fiican helaysaa oo tacliintaadu ay baraka yeelanaysaa oo quraankaad ku macaanaysanaysaa oo fikriga ilaahay baa ilaahay ku furaya oo salaadii iyo cibaadadii baa ku macaanaysaa marka taasaynu ku dadaalnaa insha Allah barakallahu fiikunna hadalka idinku sii dheereyn maayo shaakhda aan noo sii hageen marka barnaamijka intiisa kale barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wadan nubashshirakunna bi hadith bashara bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam نساء الأمة
إلى قيام الساعة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أربع أعمال فقط تجعلك بمنزلة أبو بكر الصديق، ينادى باسمك من سائر أبواب الجنة. صلت خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت زوجها. الصلاة والمحافظة عليها، الصوم والمحافظة عليه، حفظ الفرج، طاعة الزوج. هذا الحديث من أفضل الفضائل، فضائل الأعمال الخاصة بالنساء. وهناك حديث للمتزوجات أذكره أيضا، فيه فضل الزوجة الصالحة وأنها تأخذ أجر زوجها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الشهباء بنت معاذ أخت سعد بن معاذ، قالت: يا رسول الله، إنا معاشر النساء قواعد في البيوت، نطبخ لكم طعامكم ونخيط لكم ثيابكم ونحمل ونلد ونرضع لكم أولادكم، وإن الرجال يحضرون معك الجمعة والجماعة ويخرجون في الجهاد في سبيل الله، فهل لنا من أجور الرجال من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ما من امرأة تخلف زوجها في بيته بخير إلا وكان لها من الأجر مثل ماله، لو جاهد كتب لها الجهاد، لو صلى في الجماعة كتب لها صلاة الجماعة، لو خرج يدعو إلى الله كتبت لها الدعوة إلى الله، مهما عمل زوجها من عمل كتب لها مثل أجره. هذا للمتزوجات. الحديث الآخر للعازبات اللاتي لم يتزوجن حتى خرجن من الدنيا، فهل لهن أزواج في الجنة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهو في بيت أم سلمة، وكان يقرأ من سورة الواقعة، ومر على صفة الجنة وصفة الحور العين: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فسكت هنيهة كأنه يدعو، فأخذت الغيرة أم سلمة فجلست تنتظره أن يسلم من الصلاة، فلما سلم من الصلاة قالت: يا رسول الله، أنساء الجنة خير أم نساء الدنيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم خير، نساء الدنيا خير، إن كنا المصليات وما صلينا، إن كنا الصائمات وما صمنا. فذكر أعمال النساء في الدنيا التي حرم منها الحور العين في الجنة، فأنتن أفضل من الحور العين. ثم قالت: يا رسول الله، المرأة في الدنيا تتزوج الرجل فيموت عنها شهيدا، ثم تتزوج آخر فيموت عنها شهيدا، ثم تتزوج آخر فيموت عنها شهيدا، ما طلقت، فلأي أزواجها تكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يجمع لها أزواجها فتخير فتختار أحسنهم خلقا. فاطمأن قلبها أنها ستختار محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الخلق العظيم. ثم سألته السؤال الأخير، قالت: المرأة تدخل الدنيا ولا تتزوج وتدخل الجنة، فهل لها من زوج؟ قال: يجمع لها رجال الجنة في درجتها فتختار منهم أحسنهم خلقا. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد سعادة الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. العاملون في الحقل القرآني يجدون عجائب. أنا أقدم برامج تلفزيونية وإذاعية منذ قرابة 22 عاما. أحكي لكم سرا، عندما أحاور رجلا كبيرا فأنا أفترض أنه رجل كبير وواعي ومستوى الحوار يكون مرتفعا، وإذا حاورت طفلا صغيرا يجب أن تنزل إلى مستواه، إلا مع أهل القرآن. لما أتيني طفل صغير حافظ قرآن وأنا في الإذاعة وفي التلفزيون أتكلم معه كأني أكلم رجلا كبيرا، وكلما حاورت طفلا صغيرا من حملة كتاب الله عز وجل تعلمت منه شيئا. والله هذا لا أقوله يعني، هذا عن تجربة عن واقع، تعلمت منه شيئا.
أحكي لكم قصة مختصرة سريعة. والإمام أبو حنيفة يقول بعض هذه القصص أحب إلي من كثير من أبواب الفقه، والله عز وجل يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. مرة كنت داخل إلى الإذاعة، كان عندي برنامج مباشر، وكان هناك صحيفة جريدة، وقرأت خبرا وأنا أدخل الاستوديو أن مؤسسة القرآن والسنة في الشارقة تكرم الجدات الحافظات. فأنا استغربت وطلبت من المخرج أن يتصل بإدارة المؤسسة حتى نحاور الإخوة في المؤسسة عن هذه الفعالية. وفعلا لما بدأت في البرنامج قال لي المخرج نعم، يعني هناك شخص مسؤول من المؤسسة سيتكلم عن هذه الفعالية. فتكلم الأخ المسؤول قال نحن جمعنا مجموعة من الجدات ممن يحفظنا يعني شيئا من القرآن وكرمناهم. وفاجأني المخرج قال لي واحدة من الجدات المشاركات في هذا التكريم أيضا معنا على الهواء. فهذه المرأة تحدثت عن نفسها، قالت أنا أمية لا أقرأ ولا أكتب، وتعلمت القراءة والكتابة من أحفادي. طيب، ودخلت التحفيظ وبدأت أحفظ شيئا فشيئا. طيب لو أنتم مكاني وتسمعون امرأة تجاوزت 65، لما كانت تحدثني يعني في 65 تتحدث عن آخر 7 سنوات من حياتها، تقول أنها تعلمت القراءة والكتابة وبدأت تحفظ القرآن، كم تتوقعون أنها حفظت؟ جزء، جزئين، 3. وهنا جاء السؤال الصادم، قلت لها يا أم عبد الله كم حفظت من القرآن؟ قالت القرآن كاملا. والله ما استطعت أن أكمل اللقاء، بكيت لا شعوريا على الهمة العجيبة التي تمتلكها هذه المرأة العجيبة. والمخرج يشير لي يقول لي ماذا حصل؟ أقول له يعني أطلب فاصل، واضطررت أن أخرج إلى فاصل 2 أو 3 ما أتمارك نفسي، يعني تعجبا من همة هذه المرأة. امرأة تجاوز 60 من عمرها تتعلم القراءة والكتابة ثم تبدأ بحفظ القرآن وتكمل القرآن كاملا، هذا من عجائب. ما عذركن؟ لا عذر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحنو إن كرامو سمينا أما أنو سودوينينا أما أنو إكرامينا أي يوينكي قرآن كرمي أي يوين شو متخانن؟ شو أي يوين متلهان؟ هل كان جبوتي واحد هن معوي منو ملينا يا معوي؟ شو مالك أسكب بدنيا؟ حمرنا أبوتها ليلة أبوتها ده. المهم أي يوين كي قرآن كرمي ميت بحد كوجرت على ليلي بركا والشن يلي حدا جر وحنكو يدبو يدشاد قرآن كاكو برتاي وحيث لأنه وحبا ما قرو وحنا مدقو. لكن عرورتان أي دواهي أيان شان أودا جيشين أيين بان بلابي فرتي باي برين قرآن كي باي برين سيدا سان يانكو برتاي مركا وحنا سريبو يبلويدي وحنا سريبو جزء أم لابا جزء أي قيب تايو مركا سان ويدي إمساد قرآن كاكاد كبرتاي وأرنت مركي يا بيقول نقطتي مركي أي تري قرآنك لن وانحفيه قرآنك إذا وانحفيه وأبن سين كري وياه ونسكو وياه وحان يبوري فاصل لأن هو مباشرة تلفزيون مباشرة وها أونلاين بوها يكلي جوجي أنا يبوري وها ودي كري وياه مركي هم ماذا إلى هذا هاي مركي وحوله يا شيخه هذا ما دتك هذا سهم ماذا ودي أي كان تين قرآنك حفظيان إذن كعذور دارك إنه محوه سما إم مسا قرآنك حفظ سنتين كانت كورو تاجين تقران كرك تقان كو لبا صدح هذول اللي حفظه أو إيه لبا صدح عفرشان هاي مسوا آخر قرينا إنسان كانت كورو تاج كل جين أنت قران كرك كل جيس كرك كبرت ما شاء الله هذول اللي قالوا كملنا القرآن حفظا إن شاء الله أنت دون إنسان حفظ سنة وين مسا هذول 20 هذا لا هذول اللي يريدون أن يحفظوا إن شاء الله اللي هم في طريق الحفظ إن شاء الله. هاي بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم وآله وصحبه أجمعين وبعد بما أن المشايخ الفضلاء قد قدموا بالبشارات أيضا أتابع في تقديم البشارات النبوية والقرآنية لهذا الجمع المبارك أيتها الأخوات الفاضلات القرآن الكريم كتاب الله وكلام الله الذي حفظه ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هو الذي تكفل بحفظه والحفظ حفظان كما يقول أهل العلم حفظ الصدور وحفظ السطور وحفظ الصدور هو من خصائص هذه الأمة المباركة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه شرف لكم شرف لنا ولكن شرف لكن أن تكون كل واحدة منكن إن شاء الله خادمة للقرآن الكريم وأن تكون وعاء لحفظ هذا القرآن الكريم هذا أعظم شرف أن يحمل صدر كل واحد منا كلام الله سبحانه وتعالى أن يكون كل واحد منا وأن تكون كل واحدة منكن من حملة هذا القرآن أن تكون مدرسة لأبنائها وبناتها كلام الله سبحانه وتعالى وأن تساهم في حفظ القرآن الكريم وفي خدمة القرآن الكريم هذا أعظم شرف وأعظم خيرية عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لكن أن حضرتن إلى هذا المركز العامر لتلقي القرآن الكريم كما أنزله الله على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام ولتكون كل واحدة منكن خادمة لهذا القرآن العظيم طوبى لكن وبوركت الجهود جهود القائمين على هذا المركز العامر وإن شاء الله نبارك لكن في القريب العاجل بختم القرآن الكريم بارك الله هذه البلاد وبارك الله هذا المركز والحمد لله أحافر حد ويني مركه هر إله إنا مهد علي سبحانه وتعالى مرك اللبادنا أنو مهد علي مشائخ ذا يعلوم ذا قراء ذا مقالة هرقيسة
martida noogu ah dabcan fadiilada sheekh Cabdirashiid ibn Sheekh Cali Suufi magaalada marti kuma ah laakiin hadana culimada waaweyn ee hoggaaminayso bandhigan quraanka ama kulankan quraanka ayuu ugu horeeya sheekhu marar badan uu idi soo booqday oo iskuulkan uu yimid kalimaad badan uu ka jeediyay inkastoo aanu joogin laakiin waxaan kala soconay wasaail al-i'laamka maantana bifadlillaahi subxaanahu wa ta'aala mar kale ayuu idi soo booqday وكذلك مشايخ مرتضى نوعه وحاكم ذا فضيلة الشيخ حسن صالح وصنت كي هوري ان صابق ذي اسكول كان حلي فصل ذا القجري وصباح يا فترة الصباح ايو صابق ذي ما انت نمر لبعض ايو نوص ونقض ولله الحمد يعلم كلا او صنت كان كعصب مقال ذا كل جين وين سود وين ناسف عن سود وين magaalada khayrkeeda iyo barakaadkeedana ay dareemaan waxa weeyaan magaalada maalmahan maxaa ka socday ay sheegi karaan culimadan maxay u yimaadeen maxaa ka socday tartan quraan miya mise qiraa'at ma sha Allah ma socdeen ma daawanayseen ma sha Allah tartankaas qiraa'atka magaalada Hargeysa ka dhaca caalamka wuxuu ka dhaca kaliya magaalada ee wadanka Kuwait meesha labaad oo lagu qabto waa magaalada Hargeysa walillaahi alhamd muddo 7 sano ah ba tartanka uu socday culimo kala duwan oo caalamka islaamka ka iimaanay ayaa noo iimaaneysay insha Allah ta'ala sanawaadka soo socodana waxaan rajaynaynaa inaad ka soo qayb gashaan oo aad tartanka qiraa'atka khaasatan inta gacmaha taagtay oo quraanka xifdisnayd waa inaad qiraa'atka bilaaban waa inay mutuunta qiraa'atka laga barto shaatabiyada durada xifdiyaan tartankaasna ay ka soo qayb galaan insha Allah ta'ala iskoolka Nuruddin wuxuu ka mid ah iskoolada ugu horeeyo maamulaha habeenood wuxuu sheegay inaad leedihiin qayb xifdiga quraanka iskoolka laftirkiisa uu u dajiyo manhaj quraanka lagu xifdiyo marka insha Allah ta'ala waa ka soo qayb gali doontaan bin ilaahi ta'ala waxaan u mahadcelinayaa iskuulka maamulkiisa macallimiintiisa iyo ardaydiisa dhamaan waqtiga oo ciriiri ah insha Allah ta'ala kelimad waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahi subxaanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo asturka iyo wanaaga iyo xushmada idinka muuqatana ilaahi subxaanahu wa ta'ala ha idin kordhiyo hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad aniga waxaan farxad iyo qiimo weyn ay ah walillaahi alhamdu wal minna culimadii meelaha kale fog fog isaga timi America iyo Mareykanka ka yimi maxaan ilaahday dunida dacaladeeda meelay inaga durugsan iyo meelay inoo dhowba u yimi quraanka ilaahay in ay ka xakam iyo garsoor noqdaan waliba qiraa'atka oo ahla alquraana in ay soo booqdaan iskuulka Nuruddin gaar ahaan dugsiga sare ee Hablaha sharaf weyn bay ino tahay anigoo magaciina ku hadlaya iyo magaca inta kale badan ee inaga maqan alxamdulillaah waxaan doonayaa inaan ku khatimo oo niraahdo culimadaasi ilaahay ha idinka aqbalo amal kasto saaliha oo wanaagsan oo aad samayseen miisaankiina xasanaadkana allah idin saaro ziyaaradaadna soo ziyaarateena allah idinka aqbalo anagana farxad iyo wanaag iyo qiimo aan la soo koobi karin bay noo tahay wajazaakumullahu khayr wadibtum wadaba mamshaakum watabawatum min aljannati mansila